الكرياتين كتواجد بشكل طبيعي عن طريق تناول اللحوم الحمراء أو المأكولات البحرية، والتي تحتوي بشكل طبيعي على 1 إلى 2 غرام في كل 450 غرام مستهلك. من أجل هذه النسبة يجب أن تأكل 1 إلى 1.5 كيلو من اللحم النيء أو السمك للحصول على نفس المقدار مقارنة بملعقة صغيرة من الكرياتين مونوهيدرات، وهو أمر صعب. الكرياتين هو واحد من المكملات الغذائية الأكثر اقتصادا في الرياضة وفي سوق المكملات الغذائية، لا طعم له ويمزج بشكل مثالي، لذلك يمكنك بسهولة إضافته إلى جميع المشروبات دون كسر النكهة. أظهرت دراسة أخرى أن استخدام الكرياتين بالكربوهيدرات بعد التدريب يزيد من امتصاص الجسم بنسبة 20%.